هل أنت معنا أيوب؟ صباح الخير. صباح الخير، السلام عليكم. بعد بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. بداية أيوب أشكرك على قبولك هذه المداخلة. حدثنا عن أسباب وقوع هذه الحادثة يوم الأربعاء الماضي. نعم، قبل كل شيء رغم يقولوا لي بلي أنا طالب سابق، لا أنا طالب خريج سنة 2023. وأنا في طريقي الذهاب لاستلام شهادة ماستر، وفي طريقي صادف ممكن الحالة الصحية تاعك أيوب ما تسمحش بالإدلاء بتصريحات. ننجم نحكي لكم حتى تفضل تفضل. نعم، اللي قالهم كما قالوا طلبوا الإسعاف، هذه لم يطلبوا الإسعاف وما تجيونيش المركز الطبي، وكنت فهمك عندهم في مركز الأمن حلل فيهم بيعيطوا للدرك وما عيطوش. تلقوا مني هاتفين نقال، واحد منهم خربوه، كان فيهم تسجيل فيديو كانوا يضربوا فيه داخل سيارة. طيب أيوب، في بيان الجامعة جامعة البليدة 2 في بيان لها قالت أنه طالب سابق، يعني تأكدنا أنه في سنة 2000 وهذه السنة تخرجت من الجامعة. تخرجت وما لم يتأكدوا. يعني السبب لدخولك الجامعة ربما استرجاع الوثائق المتعلقة بالتخرج. أنا طالب سنة 2023 خرجت عام 2023 لم استلم شهادة ماستر، وكانوا داوني لأستلم شهادة ماستر خاصة بي. كنت في طريق ذاهب. شكرا لك أيوب على محاولتك للتصريح وكذلك إفادتنا بمعلومات أكثر حول هذه القضية. سيكون أيضا وستكون لنا متابعة في هذا الشأن. مشاهدينا نواصل دائما أخبارنا.